السلام عليكم. الله وبركاته. عندي سؤال، ليه عندي مفيش درو لير اوبشن في قائمة البروبرتس للينك؟ طيب انا بحاول افهم السؤال، فانا اعتقد ليه لو انا ساحب لينك ما بقدرش اغير في لون العناصر اللي موجودة جواه. تمام، طيب لو انا عندي اهو الريفت وده ملف مسحوب لينك، تمام، انا اقدر اقول له في في، فبلاقي هنا الحاجات اللي هتتلون. لو انا لونت هنا هو هيلون جوه، او ممكن اجي هنا في الريفت لينك مثلا في الملف اللي هو خاص بالفيلا، هنا ديسبلاي سيتنج باي هوست فيو، يعني هو بياخد نفس الوان الهوست فيو. لو قلت له لون الحوائط بلون احمر هيلون الحوائط بلون احمر. فانت ممكن تيجي هنا تقول له اللاين، انا عايز اللاين مثلا تبقى سوليد وعايزها تبقى باللون الاحمر. وهنا عندي لو انا عامل بروجكشن، يعني قطع انها فوق الحاجه ديت حسب الفيو رينج اللي عندي، فممكن تيجي هنا تقول لاين وتقول له خليها باللون الاحمر. اوكي ابلاي، بدأت الحوائط تاخد اللون الاحمر. ممكن اجي هنا على ريفت لينك واقول له هنا في الفيلا ديت باي هوست فيو، عندي اختيار باي هوست فيو او لينك فيو، هياخد الالوان من اللينك مش هياخدها من الهوست. يعني لو اللينك اللي انا ساحبه دوت في الملف الاصلي مديله لون اخضر هيبقى اخضر، او كاستم تبدا انت تختار بين الاثنين، في بعض الحاجات تبقى كده وبعض الحاجات تبقى كده وهكذا. باي لينك فيو خلاص هياخد من اللينك فيو، وبيسالك هياخد من اني فيو، فبتختار بقى اني دور اللي انت عايز تاخد منه. هنا كاستم بتبدا انت بقى تختار زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا مثلا في الموديل عندك باي هوست باي لينكد كاستم، هوست ولينكد مالكش ان انت تعدل فيهم، هو خلاص هياخد نفس الاعدادات الموجوده في الموديل كاتيجوري سواء في الهوست او اللينك. كاستم يبقى انا عايز حاجه بقى خاصه بيا، يعني هقول له لا دي مثلا خلي الوول تبقى اخضر. وهنا برضو خلي اللون يبقى اخضر. يبقى الحاجات اللي مرسومه في البلان دوت هيبقى باللون الاحمر، بس هنا هيبقى باللون الاخضر الحاجات دي. طبعا هو خد الاعدادات بتاعه الارتفاعات والحاجات دي، فده ممكن يكون هيأثر معاك. تمام، طيب.